انت، انت رفضتي ان انا اقول اكسسوار، فممكن تحكي لنا ليه انت قررتي انك تسميها حلي وانت اللي لابسه الحلي ده، انت اللي عاملاه؟ صنعه بايدي من الطقم ده كله وريه كده للناس. كل ده الحلق بالبتاع تحفه، بسلك النحاس. ده كل ده سلك نحاس؟ سلك نحاس. انا ابتديت بالاكسسوار اللي هو زي ما قلت حضرتك، هو مجرد تجميع احجار بخيوط بمعادن جاهزه بمسامير جاهزه، كل حاجه جاهزه، ومجرد تجميع شكل التصميم دورين دور زي ما بتشوفي حضرتك الكوليه الاحجار. هو ده اسمه اكسسوار، تجميع، منتج متجمع. ليه طبعا مصممين، يعني طبعا، هو مش وحاجات حاجه مميزه قليله برضو وشغاله. يعني. انا كان عندي بقى شغف ان انا، لا انا عايزه حاجه اعلى من كده، ان انا اصنع معدن. ده كل يعني ده الصور دي ده شغلي كله. بايديك انت. فهو ممكن. انا يعني هو مجوهرات، يعني لان الحاجه يونيك، لان هي ما بتتنفذش غير مره واحده. حتى انا لما اجي انفذها تاني وعميلي يقول لي طب انا عايز القطعه دي تاني، اقول له بس مش هتطلع هي بالظبط، لازم هتطلع مختلف. وانا كمان ما بحبش اكرر شغلي، يعني لازم اسرح مع الواير بقصص تانية. انتي اخدتي كورسز للواير لا ده؟ انا اما جيت اطلع بقى بحاجه مختلفه، قعدت اعمل سيرش كتير قوي، في اركت، في نحاس لحام، في الحاجه منتشره وتقدر تتقلد وكده. انا عايزه منتج مش بيتقلد، يبقى انا متخصصه فيه وما بيتقلدش. دورت لقيت طبعا الشفتشي، التراث بتاعنا القديم قوي من اصل فرعوني. ايه الشفتشي ده؟ تقنيه معينه من شغل المجوهرات من ايام الفراعنه زي اللي في الاوروبيين. الصوره، لا هاتوا لنا الصور ده برضو بتاع ميكس ميديا انا عاملاه. انا طيعت الواير على كل حاجه، على اللوح وعلى التيجان. لا انا عايز اشوف للحلي، هاتولي الحلي عشان تقولي لي ده الشفتشي اللي انت قصدك عليه. هو ده كله شغل شفتشي، اللي هو ما يشف من ورائي. اوكي شفاف. يعني بصي هنا هتشوفي اللي وراء انا شايفه الخلفيات. اسمه الشفتشي ده، ده فرعون. لا ما هو ده اصل، ده تقنيه من تقنيات الشغل النحاس. اوكي. بس على فكره اندثرت دلوقتي، يعني ما بقتش ناس كتير بتشتغل فيها لانه شغل صعب قوي. وانت بتعمليه بايديك؟ انا بعمله بقى بايدي، مش محتاجه لحام. هو ليه صعب؟ لان هو بيخش بعد كده في لحام، فتيجي تلحمي القطعه، القطعه التانيه تطق، فليه وضعية وصعوبة في الشغل. فعشان كده الناس بتستصعبه وبتبعد عنه. ما انت بقى بيجازيش في تميزتي الوقت فيه. يعني. لكن انا بقى عملته والقطعة من غير لحام، من غير ادوات، هي الادوات بسيطة جدا، عشان كده قدرت اعمل المشروع ب 200 جنيه بس. ب 200 جنيه بس؟ يعني انت ابتديتي مشروعك ب 200 جنيه؟ اشتريتي سلك. واير؟ حتى انا لما جبته قلت له طب انا اعمل بيك ايه؟ والله لو انا مش عارفه اشتغل لسه، بس عملت بقى سيرش على مواقع اوروبيه، على مجلات، بقيت اعلم نفسي بنفسي، ادرب نفسي بنفسي، لحد ما بقيت طبعا حاجات تبوظ مني، حاجات تبقى كويسه. حبيت ان انا، لا ده تراثنا احنا وده شغلنا واحنا الاصل. والاوروبيين خدوه وطوروه وخلوه بشكل تقنيات رهيبه، عملوا حاجات له مكن زي ما مبهرة، بيقولوا مبهرة. حاجات مبهرة. لا كله يدوي، ملوش مكان، ملوش مكن، ملوش مكان. طب انت دلوقتي بقى عندك يعني بتبيع حاجاتك دي فين؟ لا حاجاتي دي بتتقدر في معرض تراثنا. هو ده اللي خلاني ان انا من خلال تدريبي في جامعة القاهرة عملت تيم وورك. لما نزلت معرض تراثنا اول سنة بعت حاجتي من اول يوم، وحاجتي خلصت. لانها بتاخد وقت، قطع عندي بتقعد اسبوع. طب هتعملي عبال ايه؟ ما هعمل ايه؟ فعايزة تيم وورك يشتغل معايا. طب وهو برضو لما يشتغل معايا انا لازم اعمل التصميم. فبقيت اخليهم يعملوا لي شاسيهات، ده يعتبر ده شاسيه، هم يعملوا لي وانا اكمل التصميم، يعملوا لي الورده انا اكمل التصميم. يعني كل قطعه من دول كل واحده بتعمل حاجه، الفرع، الشجره، أيوة جزء من الورده، ايوه، وهكذا، وانا وانت بجمع. تجمعيها. وفي نفس الوقت خليت لهم ان هم يبقى من بيوتهم بيشتغلوا كطالبات جماعيين وحابين الشغل، وبنتقابل في الجاليري عندي يوم في الاسبوع، بديهم اللي انا عايزاه او بنتواصل مع بعض على الجروب على الواتساب، وبيرجعوا نسلم الشغل. وبتديهم طبعا اجور، طبعا وبتديهم ايه طبعا بقى الاجور من القطعه اللي هم بيبيعوها؟ بالوزن، يعني انا بوزن القطعه على الميزان وبديهم اجرهم على الوزن.